بقرة تصريحات المسؤولين وهي على التعليم، بما انه من بين ملفاتنا الرئيسيه الاسبوع ده هو الثانويه العامه، فخليني اسرد لحضراتكم تصريحات بصراحه انا مش شايف انها لمصلحه اي حد الا لمصلحه الشامتين والمستهزئين بالبلد دي، او بمعنى صح اللي بيدوا فرصه للناس دي انهم يستغلوا البلد. معالي وزير التربيه والتعليم وفي ظل ما البلد في ازمه حقيقيه خارج علينا يقول، معالي الوزير يقول لك انه ما حصلش اي حاله غش جماعي في اي لجنه من لجان الجمهوريه. امال اللي كان بيحصل ده ايه يا معالي الوزير؟ كاميرا خفيه مثلا؟ يمكن. معالي الوزير برضو مصر يبهرنا لاخر لحظه بتصريحاته، خرج علينا وقال انه ملتحي سرب الامتحانات عبر الفيسبوك وتم القبض عليه. هو احنا لسه فعليا عايشين في زمن التمييز ده والتصفيات دي؟ هو احنا لسه عندنا شماعات نحمل عليها ازماتنا؟ وفي نفس ذات الموضوع برضه الوزير بدل ما يهدي الطلبه اللي كانت خارجه في مظاهرات بعد ما حسوا ان شقى عمرهم راح، طلع يقول لهم ان المجتهد استفاد من اعاده الامتحان ودعاهم انهم يروحوا يذاكروا. طب ازاي يعني؟ المجتهد ذاكر وتعب واهله تعبوا وصرفوا وانهكوا طوال السنه، وفي الاخر بجاره قلم كل حاجه راحت. طيب، وعشان ما نبقاش سيبنا حاجه في نفس مسؤولينا خاصه بالتعليم ما قلناهاش، ما كانش ينفع نعدي تصريح التعليم ده من غير ما ناخد تصريح لنقيب المعلمين اللي خرج في عز ما الازمه مشتعله بسبب مظاهرات الطلبه بانه بيشكك في الطلبه نفسهم، وبيقول لك ان مظاهرات الطلاب النهارده بها زجاجات مياه وعصائر كثيره. طب وبعدين؟ واحنا فعلا هنفضل في التصريحات دي كتير؟ طيب خليني مع حضرتكم للنهاية، ايه الفايدة من التصريح ده اصلا؟ ايه المصلحة اللي حققها يعني؟ ايه الاضافة؟ انا مش فاهم. واللينا نتكلم في اسبوع المصلحة، فانا محتاج اعرف بجد لمصلحة مين يجي تصريحات مسؤولينا بالشكل ده؟ لمصلحة مين يخرج حد زي المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب وهو راجل فاضل، بيقول ان اللي حصل من تسريب امتحانات الثانويه العامه يؤكد ان مصر مستهدفه، ونادى الشخص المسؤول عن التسريب مرتشي، والدليل ان الشخص المتهم بالتسريب الاول في السجن ومع ذلك تم تسريب امتحانات مره اخرى. طب ايه المبرر من الكلمتين دول يا سياده المستشار؟ انا مش فاهم، مش فاهم ايه المصلحه اللي جت من وراهم لحد امتى؟ يعني لحد امتى هتفضل نظريه المؤامره معجزانا اننا نستوعب ان فعلا في حاجه غلط فينا احنا، وان العالم ما سابش كل مصايبه ومركز مع امتحانات الثانويه العامه اللي في مصر بس، اللي احنا بنفسنا متاكدين ان المشكله عندنا، المشكله في المنظومه اللي هي مش ولا بد. طيب، في اسبوعنا ده كان الهجوم شديد جدا على الاعلام كالعاده من مجلس النواب اللي زعل نوابه جدا من تسريب ميزانيه مجلسهم الموقر للاعلام، واستغربوا وزعلوا قوي ازاي الاعلام يعرف مرتباتنا، وانا يعني مش فاهم ايه المشكله في كده، يعني عادي، ايه المشكله؟ المشكله ان نعرف ان المجلس ميزانيته مليار جنيه، مليار جنيه. الداعي ان نائب يخرج يقول ان بريطانيا مثلا بتدي نوابها شيك على بياض لتلبيه احتياجاتهم، ايه الداعي؟ بس ده انا مش فاهمه، يعني مش فاهم ايه العلاقه بين ده، لو يعني اقارنا بصحه الخبر وبصحه الموضوع. حضرتك عايز يا سياده النائب شيك على بياض يعني ليه؟ وايه الداعي؟ وبمقابل ايه؟ باماره ايه؟ ده احنا المفترض كشعب يعني ابسط حاجه نعملها الاسبوع ده وكلام سياده النائب نحقق في واقعه الفيديوهات اللي تداولتها جروبات الانترنت بين النواب وبعضهم، شوفوه، ولا ايه راي حضرتك يا سياده النائب؟ طيب خليني اختم هذه الفقره تصريحات المسؤولين دي مع صوره، نشوف الصوره دي. يعني انا شايف ان الصوره اهي، الصوره دي يعني ملهاش اي مبرر، والمصلحه مين بصراحه تطلع الصوره دي في الوقت ده؟ صوره بشار الاسد هو بياكل، رايح دلوقتي اهو ياكل فطار مع جنوده وبيشوفهم ويتمم عليهم
والجبهة وكل أمور تمام في الغوطة الشرقية، المكان ده في الغوطة الشرقية فاكرينها؟ طيب فاكرين المجازر اللي حصلت ولا تزال بشار الأسد يعني عبر بكل هدوء وأريحية في الصورة زي ما احنا شايفين، وقال دي يعني ادي الداخل على الوليمة وطبعا بيتمم عليها، وقال دي وهو داخل اهو بيقول دي أطيب يعني وأشهى أكلة كلها في حياته، بيتمم على الجبهة كأنه قائد في جبهة عسكرية بدون داعي جدا في الغوطة الشرقية اللي حدث فيها مجازر وتكررت بشكل كبير جدا. بشار الأسد ماشي بكل كبرياء وعظمة وكأنه مفيش حاجة، وكأنه طبعا احنا عارفين ان الدعم الروسي قواه وتركيا دلوقتي بتحاول يعني تسترضيه بعد اللي حدث داخل على المائدة، وبكل هدوء وأريحية هو قاعد بيقول أنا يعني في الفترة دي أشهى وأطيب أكلة كلتها، أشهى وأطيب لقمة في حياته كلها. أنا بقول له وهو بياكل كده ربنا يرحم شهداء سوريا اللي قربوا على ربع مليون ويرحم الأحياء على بلائهم. الصورة دي يعني مش عارف صراحة أقول إيه، أقول له بالصحة ولا بال قولوا انتوا بقى، انا صايم مش هقول. طيب